دايما بنسوي البتنجان الاول، اما ان احنا نسلقه او نقليه، بعد كده نعمل الحشوه ونحشيه. النهارده هنعمل بتنجان بطريقه مختلفه تماما، هنحشيه وهو ناي، بعد كده هنسويه من غير ما نقليه. يعني في الاول كده هنوفر زيت، وتاني حاجه هنطلع بطعم ملوش مثيل. ويلا بينا نشوف الطريقه. وفي الاول كده بسم الله معايا تقريبا كده كيلو بتنجان. اي نوع بتنجان انت بتحبيه استخدميه. غسلت البتنجان كويس قوي وشلت القمع من فوق، قطعته كده عدل بالسكينه. بعد كده بعمل فتحه في البتنجان بالطول، بس اهم حاجه الفتحه كده خليها واصله لنص البتنجان بالطول، ما تخليهاش توصل للاخر، عشان احنا مش عايزين البتنجان يتفتح جامد واحنا بنحشيه. زي كده بالظبط. بعد كده معايا معلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر، وتقريبا كده 10 فصوص ثوم، وكميه كده معقوله من الفلفل الحامي على الفلفل البارد. اي نوع فلفل تقدري تستخدميه، انا ما عنديش فلفل احمر فاستخدمت الهريسه الجاهزه اللي عندي. هحط المكونات دي كلها في الكبه وهفرمها فرمه كده ناعمه، ممكن نفرمها فرمه خشنه او ناعمه، دي حسب ما احنا بنحب. بعد ما فرمت الفلفل مع الثوم هحط معلقتين صغيرين مليانين ملح، ومعايا عصير ليمونتين. في خلطة البتنجان او في دقة البتنجان احنا ممكن نزود حاجات احنا بنحبها، زي ممكن نزود الليمون او نزود الخل او نقلل الملح، يعني دي اضافات حسب ما احنا بنحب. بعد ما حطيت الليمون معايا تقريبا 4 معالق كبار خل، وهنزل ب4 معالق كبار زيت. هي دي الخلطة بتاعتي، انا مش هحط اي اضافات تاني، انا عايزة احس بطعم الفلفل والثوم. في بعض الناس بتحب تحط كمون، بتحط فلفل، بتحط بهارات، تحط كزبرة ناشفة، حط الاضافات اللي تعجبك، المهم هتاكل البتنجان بالطعم اللي انت بتحبيه. هنجيب البتنجانية وهي نية كده ونحط الحشو جوه، بس المهم ما تخليش البتنجان يتفتح جامد علشان ما يتقسمش نصين. يعني هنحشي الكمية كلها ونرصها في الصينية او في الطاسة، اي حاجة موجودة عندنا مفيش مشكلة، المهم خلي بالك وانت بتحشي، احشي كمية حلوة كده معقولة، بس ما تفتحيش البتنجان قوي. باقي الدقة او باقي الخلطة اللي في الطبق هنحط لها كوباية مية، وطبعا هتبقى دلع شوية، هنزود لها ملح ونزود لها 2 معالق خل، ونقلبها وهنوزعها فوق البتنجان بالشكل ده، احنا مش هنحط اي اضافات تاني. وكده مش فاضل غير ان احنا نسويه، وهنسويه بطريقه بسيطه قوي، مش هنسلقه ومش هنقليه. احنا هنحط الصينيه على النار، النار عندي اعلى من المتوسطه بشويه، وهغطي البتنجان وهسيبه لحد ما يبتدي يغلي. السوائل اللي فيه او الميه بتاعت الدقه هتبتدي تغلي، اول ما تغلي بالشكل ده ههدي النار واغطيه تاني وهسيبه اقل من 10 دقائق. يعني انت عندك كده من 6 دقائق ل10 دقائق البتنجان ده هيستوي. تابعيه كده بعد 5 دقايق وشوفي دخل في التسويه اللي انت بتحبيها، لان في ناس بتحب البتنجانيه متماسكه قوي وفي ناس بتحبها مهريه قوي. لو بتحبيها مهريه قعديها 10 دقايق، لو بتحبيها متماسكه فكفايه قوي 5 6 دقايق بعد الغليان، وهيكون بالشكل ده. البتنجان استوى وشرب من الدقه وشرب من الملح والخل والليمون، وطعمه مفيش احلى من كده. انا سيبته لما هدي شويه من الحراره، وبعد كده بدات ان انا احطه في طبق التقديم. وتقدري تحطيه في علبة على طول، وعندك في الصينية هنا بعد التسوية هتلاقي فيه مية الدقة وفي شوية تاني من الفلفل، كل ده حطيه على وش البتنجان، هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا في التلاجة. ولو انت حابة تخزنيه فترة اكبر فخليه نص تسوية، يعني البتنجانة كده ما تبقاش مستوية زيادة ومش طرية، تكون متماسكة حبة. ترصيه في علبة وحطي الدقة عليه وسيبيه في التلاجة يقعد معاكي فترة كبيرة جدا، المهم ما تخليش البتنجانية مستوية على الاخر. البتنجان طالع شارب الدقة والتتبيلة وطعمه حلو قوي، ومن غير ما نقليه في الزيت، وفرنا زيت كتير ومن غير ما نسلقه، بالطريقة دي طعمه خطير. جربوا طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم، والسلام.